اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم طيبه. صحه صيامكم، صحه فطوركم، مبروك عليكم رمضان. جيت نشارككم اليوم هذا التحدي الرابع لولدي، انه يصوب التيراميسو بالفخيز. خليكم معنا باش تشوفوا الطريقه وتشوفوا النتيجه ديال هذا التيراميسو. بصراحه جديد، وكنتمنى يعجبكم حتى نتوما وتجربوه. وها هو تحليه بارده على شكل تيراميسو، كتجي للسحور. زين، علاش لا؟ كنحتاجو لهاد الوصفه البسكويت تاع التيراميسو، 5 البيضات، الماسكربون، 150 غرام تاع السكر، والفريز. الفريز شحال ما بغيتو، ماشي ما كاينش عدد ولا شي قياس مضبوط. دار الفريز في الماء باش يصوب بهم السيرو مع السكر، 100 معالق السكر. كيفرق هنا البيض الصفر على البيض باش نحصلوا على ديك الكريمه ديال اللي كانت الطريقه، نفس الطريقه تاع التيراميسو. ولا بغيتو تشوفوا التيراميسو راني درتو في الفيديوهات عندي، راه موجود عندي في القناه ديالي التيراميسو الحقيقي. هنا غادي نستعمل غير الطريقه ديال لاكريم تاع التيراميسو باش يصوب هاد التحليه. غادي نبدل هذيك القهوه اللي تنديرو، السائل ديال القهوه، غادي نبدلو هنا بالسيرو تاع الفريز. والطريقه كما قلت لكم نفس الطريقه تاع التيراميسو، اللي تنفرقوا الصفر على البيض، على البياض البيض، وتنخدموا كل حاجه وحدها. نستعمل 5 البيضات لان كان عندنا بيضات صغار. غادي يضرب هذاك البياض ديال البيض حتى يطلع، حتى يولي مثل الثلج. هاد هنا المرحله ضروري خصكم هاد الطراب الكهربائي، لاخر شويه تيعي يقدر يديرو مي كيعيش بيه، لان خص تخدم مزيان هاد البيض تاع البيض. بقي يضرب حتى يطلع، حتى يحصل هذيك النتيجه اللي تكون يكون شاد، ما يبقاش يسيل كما كنعرفوا. هذا هو البياض ديال الثلج. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها. فصراحه حقناها، جات زوينه، جات لذيذه، وكتحتاج تبقى في الثلاجه تبرد على الاقل واحد 6 سوايع، يعني وجدوها على اتساع باش تلقاوها في السحور. ضروري ديك المرحله ديال انها تبقى في الثلاجه باش تبرد. ها هو البياض تاع البيض، ها هو تقريبا واجد. كيبان لكم صافي، شتراس مابقاش تيسيل، صافي راه بغا داك الصفر ديال البيض يضرب هذا. وغادي يزيف عليه السكر. السكر كما قلت لكم دار هنا 150 غرام ديال السكر السنيده. هاد المرحله هنا تقدروا تكملوا بالضرب اليدوي، ماشي مشكله، ماشي بالضروري بهذا. خاصو تخدم هذاك يذوب هذاك السكر في هذاك الصفر تاع البيض. وهنا غيزيد عليها الماسكربون، هذه فيها 250 غرام هاد العلبه. وغادي نخلطوها مع داك صفارة البيض اللي درنا معاه السكر حتى هو خلطنا فيه، ونستمروا في الضرب ديال هذاك الخليط حتى يولي، حتى يفتح اللون ديالو. من بعد غنمشيو للفخيز، غنغسلناه بطبيعه الحال، نقطعوهم طريفات صغار. الفريز انا استعملت 600 غرام تقريبا، حبات اللي درناهم واحد 6 الحبات اللي قطعناهم طرف صغار درنا في السيرو الاول، درنا معاه كاس تاع الماء وجوج معالق كبار تاع السكر، خليناها طاب شويه باش حصلنا على داك السيرو. والاخر اللي بقى قطعوا طرف صغار هكا. دابا كنجيو كنخلطوا هذاك الخليط الاول مع الخليط الثاني كما الطريقه ديال التيراميسو تماما. خلطوا هذا باش يبقى عندنا هذه الكريمه اللي غادا تاع التيراميسو ديالنا وتاع التحليه البارده بالفريز اللي غادي نستعملو. دابا كي تخلط الصفر مزيان مع البيض صافي، كنعرفوا بان راه مزيانه.
واخا تبان لكم هكا خفيفه، راه ملي كتجمد ملي كتبرد شويه كتجمد ما كتبقاش هكا سائله. هذا هو السيرو اللي صوبنا، حيدنا منه داك الفريز وكنبداو نديرو هذاك البسكويت تاعنا. البسكويت هذا خاص بالتيراميسو، كنفزقو كما نفس الطريقه اللي كنا ندير الاخر، تنديرو فيه القهوه هذا وهذا تنديرو فيه السيرو. كنكملو نديرو الطبقه الاولى بهذا البسكويت هذا. مشتو الاخر درتو في التيراميسو الاول، درتو على شكل كويسات صغار، حتى هذه تقدروا ديروا على كويسات صغار، تقدروا ديروها كحجم عائلي. هذاك الفريز غادي نطحنوه باش هو اللي غادي نديرو فوق الكريمه ديالنا. كيطحن هكا بلا حتى شي حاجه، فريز ملي قطعنا نطحنو هكا بلا ما بلا والو، هو وحدو ما شاء الله راه فيه الماء ديالو باش يجينا هذاك الكولي دو فريز. وهذا غادي ناخذ الكريمه تاعنا غادي نفرشوها فوق هذاك البسكوي، نحاول نقسمها على جوج، نديرو النصف الاول هكا نصلحوه مزيان حتى نديرو الناباج هذاك البسكوي تاعنا كامل. نديرو هذاك الفريز اللي طحنا هذاك الكولي دو فريز نديرو فوق من هاد لا كريم اللي صوبنا، نسرحوه مزيان هكذا باش نحاول نوزعوه على الخليط كامل باش يكون عندنا المذاق ديال الفريز في كلشي. انا ولدي اول مره كيصوب هاد التحليه هذا، هو اصلا ما عمرو صوب التيراميسو، اول مره كي يهدم في ايامات الحجر الصحي، راه كل واحد كيحاول باش يشغل نفسه باش يلقى شي حاجه يدوزها الوقت. هو مع صحابه يدير هاد التحدي كل نهار، واحد يصوب حاجه ويصورها ويصيفطها، هما كيدوزو وقيت في حاجه زوينه في المطبخ، كيعاونوا العائله ديالهم وفي نفس الوقت هما زعما كيستمتعوا بهذا الشيء اللي كيصوبوا، كيكتشفوا حوايج، كيفرحوا بروسهم اللي كيصوبوا شي حاجه زوينه ملي كنا تعجبنا وتناكلوها ونشكروهم كيفرحوا. غادي نستمر هكا يوضع الطبقه الثانيه ديال البسكويت فوق هذاك الكريم. هذاك البسكوي جا واحد المذاق رائع لانه فيه هذاك السيرو ديال الفريز، عطى واحد اللذه. حنا ملي كلينا هاد التحليه بارده، حنا قلنا له بحال اللي كلينا طاقتو فريز، جا تقريبا نفس لوكو. هو السيرو اللي كان حتى هاد الفريز اللي طيبنا في السيرو ما غاديش يضيع، من بعد غادي نستعملو به حاجه اخرى، تحليه اخرى ان شاء الله. وذوقهم هنا بطريفات ديال الفريز اللي شاطولو. كما قلت لكم هاد التحليه ضروري تصوبوها وتخليوها ترتاح على الاقل 6 سوايع ولا تبات كاع كما التيراميسو المزيان هو اللي كيبات ليله كامله في الفريجيدير. بس سير تاع التيراميسو خاصو يرتاح ليله كامله تقريبا، على الاقل 6 سوايع ما نقدروش ناخذوها قبل، وكيتكال بارد بطبيعه الحال. نكمل الزباق ديال التيراميسو ديالو
وهذا وقت الفريز، علاش لا ما نستافدوش منه نديرو منه تحليات زوينين وما نعيشين، بالاخص في السحور تيجي زوينين في السحور، فيه بيض فيه هذاك الجبن فيه السكريات فيه كل شيء، يعني هاد الفاكهه الفريز هو راه منعش في في السحور. غادي يكمل هذاك لا كريم اللي بقات له، يدير بها السطح تاع التحليه ديالو، سرحها كامل هكذا حتى يغطيها، عاوتاني يفرش عليها كامل حتى تغطى، ما يبقاش يبان لنا هذاك البيسكوي. هادشي علاش ملي ديروا هاد الكريمه خاصكم تقسموا، تحاولوا تقسموا على جوج، باش الاول اللي يكون في الطبقه فوق الطبقه الاولى، والثاني يبقى في باش يدير فوق الطبقه الثانيه. غطاه كامل، هكذا وزوقها بالفريز اللي كان قشاط هذا الشكل. هذا تقدر تزوقها كما بغيتو، وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه اللي على شكل تيراميسو ديالنا بالفريز. كنتمنى نتوما تعجبكم كما عجبتني وتجربوها، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ولعجباتكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا لكم وإلى اللقاء.